بسم الله الرحمن الرحيم. بلدان ثورات الربيع العربي تعاني أشد ما تكون، حتى أنها لم ترجع كما كانت من قبل، أقل سوءا وبؤسا. والمعنى واضح والرسالة مقروءة، أن هذه البلدان لن تقوم لها قائمة ولن تقف على رجليها حتى تستقيم وتطالب بما قامت من أجله الثورات. قيام الثورات وخروج الناس في الشوارع ليس بالأمر الهين ولا البسيط، فالظلم قد عم والفساد قد نخر للعظام. ولم يعطي المولى الإذن بهذه الثورات، وكان فيها ما كان من الأثمان إلا بعد أن استفحل الأمر ولم يعد يطاق، وكان السكوت والبقاء في البيوت أكثر ظلما وأوسع فسادا. الثورات العربية هي عنوان هذا العصر، وبما أن لديها وبها وحولها نفس رباني، نتيجة لوقوفها في وجه الظلم والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإرجاع الحقوق لأهلها، فهي لن تتوقف بإذن الله حتى تستكمل مشروعها وتصبح واقعا حيا. وإذا ما تعثرت في مكان ما وكان الدهاء والمكر بها كبيرا، ستنتصر لا محالة. والأحوال التي تمر بها البلدان التي قضت على الثورات فيها كما يزعمون، وأخمدت لهيبها وشعلتها، لهو خير دليل على ضرورة عودة الثورات للغليان من جديد. وسيتحرك طوفان العدل والحق كي يعيد الأمور إلى نصابها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة، وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. ورسالتنا الأولى بإذن الله تعالى حتكون في نطاق الحلقة متاعنا، بل بنقول لكم يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني ألهمنا أن نديروا سلسلة على الحلقات، سلسلة حلقات على الثورات العربية. وإحنا نسمع الآن بالحراك الجديد، مش بالحراك الجديد، بتواصل الحراك لتنتصر الثورات وتنتصر الشعوب من جديد. عندنا تاريخ توا طالع اللي هو 11/11/2011 يتنادى به النشطاء والسياسيين وأصحاب الثورات واللي دفعوا ثمن كبير، يبوا موقف من بلدان الربيع العربي، بلدان اللي أجهضت فيها زي ما تقول الثورات واعتقل أهل الثورات. وهنا يخلينا نأكدوا حاجة وديما نقول لكم فيها أنا من قبل، مشروعين هن الآن في الحياة العامة والحياة السياسية ونضال الشعوب، في مشروعين، مشروع اسمه ثورة ومشروع اسمه الثورة المضادة أو إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.
والثورة يا إما تحاكم هي يا إما تحاكم، واحدة من اثنين راهو. يكذبوا عليكم كان قالوا لكم غير ذلك، يكذبوا عليكم كان قالوا لكم في توافق وممكن في تصالح ما بين الأنظمة الفاسدة الدكتاتورية اللي مليانة طغيان وفساد وإجرام، وما بين ثورات الشعوب الحرة، الشعوب اللي خرجت في الشوارع تريد تغيير النظام. هذين مشروعين لا يمكن يكون في بين تصالح أو توافق. يا إما هذه الثورة تحاكم أعداء الثورة، يا إما أعداء الثورة يحاكموا الثورة. ما فيهاش فلسفة راهو، ما فيهاش فقيه زي ما يقولوا. واحدة من اثنين، رد بالكم، رد بالكم تغتروا ويلطفوا لكم الكلام، ولا ممكن. والوطن وسدنا اختلافات وسدنا دماء، ومفروض ان نجلسوا مع بعضنا. لا 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 لا، صدقوني، وبدليل الحمد لله ما نقولوش في الكلام مروسنا، اهو بدليل في مصر. ليش ما داروا توافق مع مرسي؟ ليش ما داروا توافق مع ثورة يناير؟ ليش ما داروا توافق مع التضحيات؟ لا لا، ما فيش توافق. دار انقلاب وخذا كل الرموز الثورة وكل من تكلم باسم الثورة يوما ما وحطهم في السجن، واللي اقتله اقتله، واللي اعدمه اعدمه، واللي دق ب 25 سنة و 15 سنة، بداية من راس الهرم وهو الدكتور مرسي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ولعل الكلام هذا قال صلاح حازم أبو إسماعيل. صلاح حازم أبو إسماعيل اللي قاعد توه في السجن، قال الكلام هذا كله قاله، لكن الحقيقة ما فيش من يسمع له في هذاك الوقت. الوحيد اللي كانت زي ما تقول النبوة متاعته إن صح التعبير واضحة، وقال لهم شي بيصير، وقال لهم إن العسكر ما فيه مشتقة، ولا يمكن يكون في بينهم تصالح ولا توافق ولا شيء. ركبوا رؤوسهم الجماعة، ولا الوطن ما الوطن، نجلسوا مع بعضنا ما نجلسوا، اختمت بهذا الشكل. فأنا نأكد على هذا المعنى، ما فيش راه بين الثورة والثورة المضادة، ما فيش تصالح. نظام أزلات الثورة يبي يرجع أخا من جديد. يا إما الثورة تنتصر وتحاكم أعداء الثورة، مش تصالح معاهم، لا لا لا، ما فيش كلام، هذا كلام فاضي. درناها نحن، تصالحنا معاهم. أنا شوف توا شن دايرين، ماناش مجانين عاد، خلاص عاد، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. درناها حتى نحن تصالح ودم وما نبوش دم يا جماعة، وخلاص، وكلمونا جماعة الأمن الداخلي وكلمنا وعفى الله عما سلف، وخذ لك من هالكلام. وإذا بهم توا قاعدين في سجن قرنادة غادي يحقوا معاهم، وعارفين أول سؤال يسألوا فيه لهم لما يمسكوا واحد شنو؟ اشتركت في النكبة أنت ولا لا؟ اشتركت في ثورة فبراير ولا لا؟ الغالب طبعا يقولوا لا نكبة، قليل اللي يقول ثورة. هذيما المحققين اللي نحن قلنا هذيما نتصالح معاهم، ووطن وكذا. ما نبوش نظلموا، لكن نبوا الحق، نبوا العدالة. هذيما أجرموا في حق الوطن لابد أن يتحاكموا. لذلك هن مشروعين نأكد عليه الموضوع هذا، وراه والله ما في غيره. كلام فاضي كله. يا إما ثورة تحاكم، يا إما ثورة تحاكم، واحدة من اثنين. يصلح الله حالنا. خلونا توا نبدأ في حلقتنا، وحلقتنا كيف ما وعدناكم من قبل من ثلاث أو أربع حلقات، إن قلنا نبو ناخذوا سلسلة حلقات على الثورات العربية. في من قال طبعا يا جماعة شو دخلنا نحن بالثورة، وش دخلنا بثورات الأخات، وخلونا في همنا. لا صدقني، المطبخ وحيد راهو اللي يحارب في الثورات كلهن، ونفس الخطوات اللي تخدم في 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 الوطن العربي ولا في بلدان الثورة، نفس الخطوات. لذلك لما نحكوا على ثورة من الثورات كأننا نحكوا على الثورة الليبية، ولما نحكوا على الثورة الليبية بعمق كأننا نحكوا على الثورة المصرية، ولما نحكوا على الثورة المصرية كأننا نحكوا على الثورة التونسية، وهكذا. لذلك احنا حاولنا ان نشوف العامل المشترك ما بين هذه الثورات. اليوم ان شاء الله حنتحدث على الثورة السورية. وما ادراك ما الثورة السورية؟ معاناة كبيرة بالكل حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يفرج عن إخواننا في سوريا، وأن يرحم شهداءهم، ويرحم أطفالهم، ويرحم شيابهم، ويرحم عجائزهم، ويلطف الله بهم سبحانه وتعالى. يا رب يا رب. يبقى عنوان حلقتنا اليوم: الثورة السورية ومخاض التغيير. خلونا نشوف الفيديو هذا، عارف أنا حيحرك شعوركم زي ما تقولوا. خلونا نشوفوه مع بعضنا. هاي الأول في الثورات العربية هو هذا الهتف: الشعب يريد إسقاط النظام. ولعل عزمي بشارة يوما ما علق قال مش عارف أي نظام اللي تبي تسقطوه أنتم، ما فيش نظام هو أصلا، لكن أي شيء حتى هو نظام غلط تبي تقول عليه نظام. النظام هو التركيبة والهيكلية، سميها ما شئت، لكن يبقى هو نظام، نظام تعسفي استبدادي دكتاتوري. كويس، شفتوا هالأعداد هذه؟ هذه الشعوب العربية، هذا مطلبها الحقيقي، لا تكلف ولا تزلف. شفتوا هذه الأعداد، هذه الآلاف المؤلفة خرجت في الشوارع تريد تغيير النظام، تريد ترفع عن نفسها الظلم والاضطهاد والديكتاتورية والاستبداد. كويس، وين هذه الآلاف توا؟ آلاف مؤلفة هذه، يعني قيل أنه وصلوا 100,000 و200,000 كان في الخروج بتاعهم السوريين. وينهم الألاف هذيما؟ الألاف هذيما توا يا إما قتيل، يا إما مشرد، يا إما مسجون. يا إما قتيل، يا إما مشرد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بالشهادة من قتلوا. يا إما قتيل، يا إما مشرد، يا إما في السجون، يا إما مهجر نازح قاعد في آخر سوريا، غادي في ريف إدلب وريف حلب. هذه الأعداد لما طلع عليها بشار قال المجموعات، ولا هذه المجموعات المارقة، ولا الإرهابيين، ولا شوف بالله عليك، هذه الألاف المؤلفة أصبحت في نظر الطغاة والاستبداد إن هي مجموعات مارقة كإرهابية. والغرب تعاطف في البداية، تعاطف مع الشعب السوري، وإلا حيقعد في موقف منافق، يقعد هم يحترموا في إرادة الشعوب. هو الرئيس عندهم، الرئيس عندهم، ولا رئيس الوزراء، ولا رئيس البرلمان، ولا أي وزير، يطلعوا 10 أنفار بس، 10 أنفار يصبوا قدام المكتب بتاعه ولا في ميدان، ويطالبوا بإقالته، يسقط عليه طول 10 أنفار بس. نحن مئات الألوف اطلعوا قالوا ما نبوش هالراجل اللي حكم بالعربيك، الراجل هذا جربناه لا 10 سنين ولا 12 سنة ولا اللي هو حاكم، حالنا زاد تعطب. بدل ما يقول والله خلاص يا جماعة، والله ما دام هالأعداد هذه كلها طالعة في وجهي، لا، طلع الأعداد هذه كلها غلط، والأعداد هذه كلها مهبولة، والأعداد هذه كلها واخذين حبوب، والأعداد هذه كلها إرهابيين، وهكذا. وسلط عليهم جحيم، جحيم، واستنجد بالروس، واستنجد بالإيرانيين، كل من هو في نفس المركب بتاعه استنجد به باش يقتل به شعبه، استنجد بالكيماوي أيضا، قتل الأطفال والعجائز وكذا.
في سبيل أن هو يبقى في الكرسي، في سبيل أن يثبت للعالم أن الناس هذين ما غلط وأنا اللي صح بدليل أني أنا قضيت عليهم. الثورة السورية مأساة كبيرة ومحنة كبيرة جدا. هل تعلم أن الآن المهجرين يفوق عدد أكثر من 4 مليون مهجر برا؟ شرايك أكثر من 4 مليون. شرايك وما زال المجرمين والطغاة هذين ما زال يقولوا لا لا العالم نحن اللي مضبوطين، ويغازلوا في العالم المنافق اللي برا هذا، يغازلوا فيه مغازلة هكي أن نحن راهو خيركم الشعب هذا، يصلح الله حالنا. أعطونا المجرم هذا كذا. لو عدنا إلى بدايات الأحداث عندما بدأت هذه المجموعات تخرج تحت عناوين الحرية والكرامة والديمقراطية، يقولون إن هذا الرجل لا ينام. دقق في وجهه الشاحب، كيف ينام وهو يعايش تداعيات ثورة تكمل اليوم عامها 8؟ لم ينتصر عليها ولا هي انتصرت، رغم ادعائه العكس ورغم ترويج الكثير من أنصارها أنها هزمت. هزمت على يد نظام آخذ بالاحتضار في البلاد 5 جيوش غير سورية، ميليشيات مستقدمة من الخارج، سيادة منتهكة من غارات إسرائيلية لا يقوى حتى على الإعلان عنها، روسيا تتحكم بكل شيء وكذلك إيران، لا صلاحية باتخاذ قرار، فقط عليه التوقيع. يعتقد أنه نجا، لكن الحقيقة أثقل من ذلك. في المقابل الحقيقة ليست أخف ثقلاً، مدن سويت بالأرض، الآلاف من المهجرين، مجازر لا مجال لحصرها، صمت دولي، عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي، اقتتال فصائلي، نظام لم يسقط لا بل ويستميت لإعادة تعويم نفسه. كل هذا يطرح السؤال الأصعب، ليس السؤال لماذا ثرنا، فالسوريون يرون في ثورتهم قدراً، السؤال الأحق بالطرح لماذا فشلنا؟ سؤال مشروع لشعب لم يكن يريد إلا حريته، مطلب واجه تخاذلا دوليا بدأ بعدم تأمين الحماية للثوار من طيران النظام الذي فتك بهم. أخطأ المجتمع الدولي بالتخلي عنهم، والبعض يرى أنهم أيضا أخطأوا. أخطأوا في الاعتماد على معارضة اتضح أنها لا تمتلك الخبرة للتعاطي مع الحدث، عشوائية التسليح، قبول أجانب دخلوا البلاد نصرة لهذا الدين. النظام وروسيا لا يحتاجان ذرائع للقتل، لكنها قدمت مجانا وهذا أكثر ما يريدونه. أخطأوا بقبول تمويل الفصائل من جهات خارجية أتاحت نشر إيديولوجيات دينية في صفوفها وبات خطابها بعيدا عن التوجه الوطني المطلوب. فشلوا بتوحيد أنفسهم على مبدأ فكري وسياسي واحد، انشغلوا بالاقتتال. شفتوا أول كلمة قالها المجرم هذا لما جبناه في الفيديو توه، قال هذه المجموعات يعني المئات الألاف اللي قلت لكم عليها، كنت نحكي لكم عليها هنا قبله، طلع عليهم وقال أول ما بدأت هذه المجموعات في الخروج والمطالبة بالحرية وبالعدالة بدينا فيهم، مفروض قال هك هو بدينا فيهم، ما رحمناهمش بالكل، بالرصاص الحي بدينا فيهم بالدبابات. يحكي لي واحد من الثوار، أنا شخصيا واحد من الثوار السوريين، يعني عائلة مرموقة جدا وعائلة مشايخ ودين وعلم وكذا، قال لي لما يعني واحد من المشايخ اللي اتصل به النظام لما قامت الثورات على أساس يهوط له الجو هذا شوي، فيحكي لي الأستاذ هذا محامي هو، قال كلموني في الاستخبارات، في المخابرات والاستخبارات الحربية بتاعهم والإجرام بتاعهم، طبعا عائلة معروفة وشخصيات معروفة هي في دمشق، فكلم وقال لي فلان كانكم انتم شو فيه، عليش قال عليش مأيدين الناس اللي يطلعوا في الشوارع وكذا وكذا، قال له والله ايش نقول لك، والله اصلا في قال له باي شن تبي انت، اطلب مني اي حاجه، اطلب مني اي حاجه. قال له والله يا رجل في عويله ايتام مسكتوهم في المظاهرات انتم وامهم قاعده في حاجه. قال له كيف مسكناهم؟ دقيقه بس خذ التليفون، الو في شن اسمه؟ قال له خلاص وقف هذا صاحبي، قال له بتاع المخابرات، قال له وقف خلاص.
قال لي انت تقول لي ليش درنا الثورات؟ درنا على سب الموضوع هذا. تمسكوا الناس بتليفون وتطقوهم بتليفون. وين العدل هنا؟ وين الحريه؟ قال له خلاص وصلت الرساله بتاعك وطلع وسيب يا صاحبي. هذه هي الثوره السوريه. هذا مهلنا في سوريا. شفتوا الاجرام كيف قابلوهم؟ جميع انواع الاسلحه. خمس جيوش دخلوا سوريا نصرة البشار باش يقضي على الثوار. والثوار طبعا برضو نقولوها خبرتهم بسيطة وفي التكتيك زي ما تقول السياسي والإداري والمعارضة أيضا ما زي ما تقول ما كانتش في المستوى. الإجرام كان كبير، الدهاء كان كبير، الخبث كان كبير. لذلك استطاعوا ان يتغلغلوا بينهم ويطرشوهم وكذا ويضعفوهم. لكن في النهايه كانت محنه الشعب السوري محنه كبيره بكل. ليش؟ لان قال نبو حريه، نبو عداله. نبو نعيشوا كناس يعني احرار على ارضنا. هذا مطلبهم، هم ما طلبوش اكثر من هيك. لكن الطغاة لا لا لا، الطغاة يروا انفسهم انهم احق بالسلطه وان الله سبحانه وتعالى خلقهم حكام. وخلقهم سادة والناس اللي قدامهم كلهم عبيد لهم. هذه نظرة الطغاة. فهذه مصيبة كبيرة هذه. مهما دفع الشعب من ثمن الطاغية ما ينظرش، وخاصة إذا كان لقى العالم البر المنافقة ظاهي لقاهم أيدة خلاص ما شي يوقف على الإجرام. هذين شفت البوست هذا شفتوه؟ له معنى كويس، ركزوا عليه. شو المكتوب عليه؟ لا تتركوا البارودة. هذا الثوار لا تتركوا البارودة، يعني البندقية متاعكم ما تسيبوهاش. الطغاة اللي قدامكم مش حيحموكم، خلوكم الكلام الفاضي التوافق والمصالح والتصالح والله ما سير منا هذا. لا تتركوا البارودة، رد بالك تسيب بندقتك، سلاحك ما تسيبش إلى أن تستقر الثورة بتاعك. بعد تحكم أنت حيطلع عن اخلاق الثوره وكيفيه التعامل، لكن هم ما عندهمش اخلاق راهو. والله مجرد تسيب البندقه او يشعروا انه خلاص ما عادش عندك قوه والله يديروا خبر موعدي، واهو هاو خير دليل في الشرق نحن. شوف لما انتصروا في الشرق شن داروا؟ داروا الافاعيل 9 سجون بنوهن. 9 سجون. ايش رايك عاد؟ بدل ما يشكوا بالبلاد ولا يبنوا بنغازي القديمة ولا ينظفوها، لا لا بنوا لك سجون. لأن عندهم شغل آخر وهو القبض على كل من قال نبي نعيش حر. كل من قال نبي نعيش حر هذا لازم يكون مكان السجن. هذا إذا انتصروا هم. لذلك أنا نأكد لكم مشروعين يا جماعة، يا مشروع ثورة يا ثورة مضادة. يا مشروع ثورة وحرية وعدالة ونعيش كرماء على أرضنا، يا إما عودة نظام طاغية فاسد مجرم يحاكم أهل الإنصاف والطهارة وأهل الثورة. فيجب أن ننتبه بصراحة يعني، ونأخذ تجارب من بلدان الثورات العربية. وهي الثورة السورية شوف كيف يتعاملوا معها. شنو داروا الناس هم؟ كانوا يطلعوا بوارد السوريين وهتافات ناعمة عبارة عن نبو تغيير النظام، وإذا به قابلهم بالرصاص الحي وبالدبابات وبالطائرات. قصف حتى مع اليهود ما دروه ولا يمكن يديروه أصلا. يصلح الله الحال إن شاء الله. الشعب السوري يعرف ماذا يجري في سوريا من زمان. النزعة الطائفية عند النظام واضحة من زمان كتير، ولكن السوريين ما تخيلوا انه الامر يصل الى مرحله التهجير والتطهير العرقي والتطهير الطائفي. يعني كانوا واضح تماما من اول يوم، واضح عليهم انه النظام الطائفي يريد هيمنه الطائفه على باقي السوريين. الشعب السوري يعرف ماذا يجري في سوريا من زمان. النزعه الطائفيه عند النظام واضحه من زمان كثير، ولكن السوريين ما تخيلوا انه الامر يصل الى مرحله التهجير والتطهير العرقي والتطهير الطائفي. يعني كانوا واضح تماما من أول يوم، واضح عليهم أنه النظام الطائفي يريد هيمنة الطائفة على
يا شباب هذا يحكي على الطوائف. في عندنا بوس نحن يعطي فينا النسب، نسب الطوائف في 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 سوريا. لو تحطوه لي هنا قدام المشاهد. ايوه، نسبة السنة السوريين السنة 76%، يعني بلاد الأربع إن صح التعبير سنة. والطائفة اللي منها المجرم هذا بشار طائفة العلوية، مش عارف 15 ولا 13 ولا 11. والطائفة المسيحية حتى هي أقل 6% ولا مش عارف. والطائفة الدرزية 3 ولا. فالآن الحرب على الطائفة السنية، الطائفة العلوية والنصيرية هي بالأصح، هي اللي تبيد الآن في شعب سوريا بالكامل، تبيد فيها مسيحيين على مسلمين، تبيد فيهم إبادة كاملة. ليش؟ باش السيد بشار يقعد في الكرسي، إن شاء الله يقعد في كرسي جهنم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى ما يتربى على في جهنم إن كان مات على حال تهف إن شاء الله. شفتوا الثمن اللي نحن ندفعوه نحن كبلدان ثورات الربيع العربي؟ وشوفوا حجم المؤامرات وحجم المكر وحجم الدهاء. ليش؟ لأننا نبو حرية، نبو نعيشوا أحرار على أرضنا. شفتوا العامل المشترك بين الثورات العربية اللي يقول ليش تحكوا على سوريا ولا ليش تحكوا على مصر؟ سوريا يطلبوا أن يعيشوا أحرار، الليبيين يطلبوا أن يعيشوا أحرار، المصريين يطلبوا أن يعيشوا أحرار، تونس طلبت بأن يعيشوا أحرار. إذا ثورة واحدة هي ولا لا؟ ثورة واحدة. إذا يجب الحديث عن هذه الثورات ولا لا؟ يجب الحديث والاستفادة من الأخطاء والتأكيد على الإيجابيات والبعد على السلبيات. الثورة السورية ثورة عظيمة كبيرة بمفكريها. كان النظام الطائفي حتى من قبل الثورة كان هو اللي يصول ويجول، نظام طائفي مش نظام شعبي كله ينظر لشعبه بصفة عامة والحقوق توزع على الشعب بصفة عامة. لا لا، كانت طائفية، وأقلهم اللي هي الطائفة العلوية هي اللي كانت تحكم في سوريا. وطلعت علوية على أصلها لما صارت الثورة وطالبوا الناس بتنحيتهم، استعملوا العنصرية بتاعهم والطائفية بتاعهم، ولذلك دعمت من برا وجتها الجيوش. المهم كم تنتصروا أنتوا ويقعد بشار في الكرسي. أسمعوا بشار، هذا مجرم، هذا كبير، أسمعوا أخا شنو يقول لكم. أتحدث إليكم بحديث من القلب تختلط فيه مشاعر الفخر بالانتماء إلى هذا الشعب بمشاعر العرفان والتقدير لما أحاطني به من حب وتكريم، بمشاعر الحزن والأسف على الأحداث التي مرت وضحاياها من إخوتنا وأبنائنا. وتبقى مسؤوليتي عن السهر على أمن هذا الوطن وضمان استقراره الشعور الملح الحاضر في نفسي في هذه اللحظة. أنا أعرف تمام المعرفة بأن هذه الكلمة ينتظرها الشعب السوري منذ الأسبوع الماضي، وأنا تأخرت في إلقائها بشكل مقصود ريثما تكتمل الصورة في ذهني، أو على الأقل بعض العناوين الأساسية والرئيسية من هذه الصورة، لكي يكون هذا الحديث اليوم بعيداً عن الإنشاء العاطفي الذي يريح الناس ولكنه لا يبدل ولا يؤثر في الوقت الذي يعمل فيه أعداؤنا كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا. طبعاً نحن نقر لهم بذكائهم في اختيار الأساليب المتطورة جداً فيما فعلوا، ولكنهم نقر لهم بغبائهم في الاختيار الخاطئ للوطن وللشعب حيث لا تنجح هذا النوع من المؤامرات. أتحدث إليك. رأيت المشاعر، الرجل يفيض مشاعر بصراحة. قال يعني أنا بصراحة زي ما تقول محرج جدا من هذه الدماء ومن هذا القتل، وأنا المشاعر عندي مشاعر انتمائي لهذا الشعب وانتمائي لهذا الوطن يتطلب مني أن أسهر على أمن هذا الوطن. هذا راهو بعد أسبوع 10 أيام من تقتيل الناس، راهو طلع عليهم بهذا الخطاب الرنان وبهذه الكلمات ويصفوا للمنافقين اللي قدامه.
يا أخي مانيش عارف والله. طغاة العرب هذه ما هم حقيقة طغاة بصفة عامة، لكن طغاة العرب مثل ضربوا المثل في الطغيان والفساد، يعني يباد آلاف مئات الآلاف يبادوا بصراحة باش يقعد هو في السلطة. خلاص عقمت البلاد، ما عاش فيها إلا أنت تحكم، ما عاش فيها بنادم إلا أنت. برضو عندنا هنا حتى نحن بصورة بسيطة بس أقل عدد، يعني خلاص البلاد ما فيهاش إلا حفتر وعقيلة صالح هم اللي لازم يحكموا، ما عاش فيها إلا مجلس الأعلى للدولة والبرلمان هم اللي لازم يحكموا. ليش يا أخي؟ نحن 7 مليون، هل 100 شخص هذيما لازم هم اللي يديروا الحل، ولازم هم اللي يحكموا، ولازم هم اللي يقعدوا في السلطة، والبلاد قاعدة تنهار. ليش يا أخي الإجرام هذا؟ ليش تحشم على وجوهكم دماء يا راجل؟ دماء وخراب ومعاناة للناس. قد مستقالتكم يا أخي قولوا الله غالب يا جماعة، والله قبل نبوا نخدموكم لكن الله غالب، والله ما قدرنا بصراحة ونحن آسفين، والله نحبوا على روسكم. الله العظيم، مش يا رومي يا نكسر قرنك يا نا، يا أما البلاد تخرب على بعضها، أعطيهم 3 شهور أخرى 6 شهور أخرى باش توافق. توافق مع من يا راجل؟ تتوافق مع مجرمين حرب، مجرمين حرب أصلا طلعوا ضد الثورة، كيف تبي تتوافق معاهم؟ بس فهموني، واحد ما يبيش الثورة بتاعك كيف تبي تتوافق معاه؟ تتوافق معاه أنك أنت تبي تسيب يعني جزء 3/4 من الثورة بتاعك ومن طموحاتك وأمانيك ومشاريعك مقابل أنه يرضى عنك هذا المجرم ويحكم هو. خاطئ الحكم لا ما يرضاش. وهو قالها بدر النحيب، مش قالها؟ معقول يا جماعة الكلام هذا توا؟ يعني خلاص ما عاش فيه عقول يا هو، ما عاش فيه عقول، ما عاش فيه تاريخ، ما عاش فيه ذوق، ما عاش فيه أدب يا أخي. غريبة والله، والله غريبة يا أخي. ياما يحكموا هذيما ياما البلاد في 60 داهية، شو القصة هذه؟ يصلح الله الحال إن شاء الله. توا شوفوا نتيجة الطغيان والاستبداد في سوريا والدهاء والمكر على سبة الكرسي المعفن. شوف بالله عليكم الناس شنو تعاني في سوريا، بالله جيب جيب. شو اسمك؟ شهد. شو قديش عمرك؟ 10. 10. طيب بأي صف؟ ثالث. ثالث. شو تتمني يا شهد بالسنة الجديدة؟ أنت بتعرفي إنه جاي 2022 سنة جديدة؟ إيه. بتعرفي. طيب شو تتمني؟ تتمنى خيمة. شو تتمني؟ خيمة. تتمني خيمة بال 2022. شكرا يا شهد. إن لله وإن إليه راجعون. بالله ركزتم على البنت هذه شو اللي تتمناه كذا؟ عودوه يا شباب معلش، والله يركزوا معانا بس، عودوه عودوه، ركزوا معانا بس، اسمعوا البنت شو تقول. شهد. شو قديش عمرك؟ 10. 10. طيب بأي صف؟ ثالث. شو تتمني يا شهد بالسنة الجديدة؟ أنت بتعرفي إنه جاي 2022 سنة جديدة؟ إيه. بتعرفي. طيب شو تتمني؟ تتمنى خيمة. شو تتمني؟ خيمة. تتمني خيمة بال 2022. شكرا يا شهد. شو اسمك؟ شهد. إن لله وإنا إليه راجعون. والله خبر شين يا جماعة، 10 سنين اتمنى في خيمة، بس اتمنى في خيمة ترقد فيها وتبات فيها البنية، والمجرمين الطغاة قاعدين يسمسروا بدمائنا ويراهنوا على قتلنا ويراهنوا على خراب بلادنا وسرقة أموالنا. هنا في ليبيا هنا تتمنى تقول لها عندي جرعة متاع كيماوي باتي راقد في المستشفى، وأمي ولا أختي ولا أخويا ولا ويبي جرعة كماوي. مش نفس الحالة؟ يتمنى بس، يتمنى أن ينوض في الصبح يلقى وين يعالج ولا يلقى وين. ونحن المجرمين عندنا المسؤولين شقيين برواحهم ويبدرون
قاعدة دستورية لهم سنتين بيدروها قاعدة دستورية على سبة انتخاب، الانتخاب يجيبه مما يبوا قاعدة دستورية تفصل عليهم بيش لما ينتخب الشعب يجيبه مما يجيب الهم هذا مرة أخرى. يا أخي شنو هذا؟ شنو تسميه هذا بصراحة؟ شفتوا بالله عليكم منظر البنية؟ إيش تبي؟ تبي خيمة ترقد فيها يا هو؟ والله كلام مو سهل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطينا أعطينا. هذا إيش هذا؟ خبز عمو. خبز؟ هذا خبز ناشف. يا عمو عشان اللي بيزيد من ورانا من نحطه هون عشان يبس. عشان ناكله في الاخر. هذا بتاكلوه؟ ايه. هذا يابس الخبز. يا عمو. تاكلوه؟ كيف بتاكلوه هذا خبز يابس؟ عمو بنعمله هيك هاي الصينيه. ايه. هاي من ما بصير ناكل من هون، كل واحد من قدامه بياكله من هون. تاكلوه؟ من قدامه. يعني انتم الخبز هذا ما رميتوه؟ لا. تستخدموه عشان تاكلوه لما تجوعوا. على العازم. على العازم. بسما الحزن السقام. يابس، كيف بتاكلوه هذا؟ ناكله. كيف تاكلوه؟ على عوزي. على العوزة. تاكلوه مع ايش؟ مع خبيزه. ها؟ مع خبيز، مع بنطوطة. طب هذا الخبز ما بتكبوه؟ لا ما بنكبوه عمو حرام. ها؟ شو رايكم يا هلنا؟ ويلا خبزة يابسة هذه دسينها بيش لما وشفتوا المكان انتم بصراحة ما يندوش عليه المكان قاعد حال المذيع ولا اللي دايرة معاه لقاء مسكين حال فمه قال لها شو تديروا بيه الخبز هذه؟ شنو كيف تاكلوا بيها انتوا اصلا؟ لما يطلع لك واحد مجرم فاسد ويقول لك والله ماني متحرك مع الكرسي قال. منين نموت قال؟ منين نموت قال؟ عرفنا قال اللعبه قال، خلاص الكرسي ما عادش نسيبوه نحن. تنحرق البلاد في 60 داهيه. يموتوا الناس في الطريق هم ماشيين لتونس، ما يلقوش فلوس اصلا يمشوا بيهن لتونس، ما يلقوش جرعه كماوي، ما يلقوش غسيل كلى، ما يلقوش يعني شو تقول ولا تقول؟ وهو مقمعز على الكرسي والله مو معدل الله. 20,000 قال حتى ال 20,000 اللي ناخذوا فيهن قال ما فيهن بركه قال. في سعم الطيران قال. ايش رايكم عاد في الكلام هذا؟ مش نفس القصه هذه؟ نفسها ما هيش بعيده من بعضها غير ربي ها؟ كرمنا شوية نحن حالتنا أصلا الحمد لله رب العالمين. لكن وين اللي طلع الديوان المحاسبة هذا ولا اسمه هو بتاع ديوان المحاسبة أيوه آه مش طلع تقرير في وحدين سرقين وتجاوزات مالية وين هم كانوا ما يتحاكموا كانوا ما يتحاكموا أصلا كانوا ما يقدموا للمحاكمة كان لما تجيهم الرقابة الإدارية ولا الديوان ولا كذا ويحاكمهم مش أرزاق الليبيين هذيما لاعبين فين مش واحد مليونين وواحد ثلاثة وواحد 700,000 وواحد مش عارف شنو واحد ما فيش واحد يخاف ربي يقول يا جماعة وقفونا شوية تعالوا هنا هل يسرقوا هذيما شنو قصتهم هذيما واللي سرقوا المصرف غادي وخششوا عليه المجاري غادي واللي طبعوا الأموال غادي في روسيا وزوروهن ولخبطوا الدنيا والخردة اللي طلعوها هذه ما فيش ناس تقول لهم هايا وين ماشيين انتوا ما فيش ما تظنوش إن في سوريا بس لا والله عندك أمر الخبر هذا والله في اللي قاصر الله على قوت يومه الله العظيم في البلاد هذه والأساتذة ما زالوا ما اتفقوش على قاعدة دستورية قاعدة دستورية باش تعيدهم هم من جديد ما زالوا ما اتفقوا عليها هذه التركة كبيرة التركة كبيرة وكل واحد يبي ينهب النهبة متاعته مش قادر لازم أسمع بالعدل قالها النحيب نقولوا فيها من زمان وقالها الكذوب الصادق قالها قال لابد نوزعوها المجرم هذا الزنديق هذا ابراهيم الدرسي هذا مش قال قعدنا مع عقيله وقسمناها وكل واحد طلع راضي
معقول الكلام هذا يا جماعة؟ معقول الكلام هذا؟ كل هذا، كل حدث في بلدان ثورات الربيع العربي، الثورات المضادة دارت الشغل هذا كله، مش الثورة، الثورة لا، الثورة طالبت بالحقوق وبالعدل وبال... شفتوا الورقة البدر اللي قلناها الكم هذه اللي لقيتوها اللي لا تترك البارودة، تعرف من كتبها هذه؟ كاتبينها أساتذة الجهاد، أساتذة المقاومة، الشعب الذي لا يكل ولا يمل في السعي للحصول على حقوقه، الشعب الفلسطيني، أستاذ المقاومة، دكتور المقاومة، بروفيسور المقاومة، يقول لك راه اسمع ما فيش واحد يعطيك حريتك، والله ما في واحد يعطيك حقوقك، بل تنتزع انتزاعا. هكذا الحياة، الحياة الكريمة تنتزع انتزاع، لكن الحياة الذليلة لا تعطى لك هذه، هذه ما فيهاش أي حرج، يعطوها بالعرم، حياة ذليلة مهينة، حقارة فيها. شفتوا انتوا، شفتوا كيف المعايير؟ كل هذه حدثت في البلدان الربيع العربي. اللي سقطت منا البندقية ولا أخذت منا البندقية وروه الويل، ندموه على اليوم اللي يطلع فيه يطالب بحقوقه. أنت الثور في وجوهنا، أنت تبي تقعد ابن هكذا لسان حاله مو يقول فيها، أنت تقعد بنادم وتصبي قدامنا وتقول نبي نقعد حره، تو نوروك الحرية شنو؟ هذا قاعد يحدث عندنا تو في المنطقة الشرقية، والله ما تعنت المجرمين البرلمان اللي غادي الا هذا الحال بتاعهم، لسان حالهم يقولك تو نوروك، مش صرتوا انتم تبوا حريه تو نوروك، مش قالها المجرم هذا جاب الله وش اسمه التورغي، مش قالها، قال الاحداث اللي حدثت. شفتوا، شفتوا لما تتخلوا عن ثورتكم وتتخلوا عن قوتكم الحقيقية وتتخلوا عن شعبكم، عن الحاضنة الأساسية بتاعكم، شن يصير فيكم؟ هكذا حدث في بلدان الثورات الربيع العربي. تفضلوا يا شباب. هاي يا يما بتوب جديد زفين جيتك شاهد، يا يما يا يما زفينا وفرح فينا والفرق تكسمحينا، يا يما يا يما لمي دمعاتك يما وآهاتك فرحين بضحكاتك، يا يما يا يما يا يما بتوب جديد زفين جيتك شاهد، يا يما يا يما زفين. الله أكبر، رحمة الله عليك، هذا أيقونة من أيقونات الثورة السورية، استشهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم بالفردوس الأعلى، وكأنه يزف في نفسه هو، وكأنه ينعي في نفسه، يحكي كيف كيف القدوم على أمه وكيف القدوم على الجنة وشنو الثوب اللي يقعد لابسه. هذه الثورة السورية، هذه معالم الثورة السورية، هذه أيقونات الثورة السورية. شفتوا شعوبنا لما تطلع من الأغلال بتاعها، شوفوا شوفوا الحرارة اللي عندهم والهمة اللي عندهم والطاقة اللي عندهم، كيف يتغنى، كيف يتغنى بحياة الاستشهاد وطرق الاستشهاد والحرية والعدالة، يتغنى بها حقيقة الثورة السورية. توا في واحد بالله يعني سامحوني يهذب في العرب، يهذب في الحكام، منشد حتى هو من منشدين الثورة السورية، أعطوا لي يا شباب كذا. لبئس تاج على رأس خانع ذليل
ولا نعم قيد في ساعد حر أبي. لن نخشاكم أيها الحقراء، لن نخشى طائراتكم ولا صواريخكم، صمودنا عنوان لمقاومتنا أيها الحقراء. نتنياهو سيموت رعبا، نتنياهو سيموت رعبا، سيموت رعبا في نومه بكابوس هؤلاء المقاومة. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لما تخذلك البرايا بصيح يا رب، لما الشفا يقلب وبا ويتسكر الباب، لما الأخي لا ينكر من الماضي ما طاب، لما في إدلب تنسى بصيح يا رب، بصيح يا رب. أطفاله من تحت الردم وش نشرح لها، ما تعرف غير المحبة بس وين أهلها. يا ربي من عالي السماء نزلنا حلها، ملينا من هذا الظلم جيناك للباب، جيناك للباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب. وما تشنت ظن العربان ما بيها فزعات، أهل اليشامر والعقل وإخواتي وإخوات، وين اللي صاح وللذل هيهات وهيهات. ما جانا بس منهم خبر ولا دزة وكتاب، ولا دزة وكتاب. وين أمة الإسلام اللي عددها مليار، وما شافوا اليتامى والنساء الأطهار، والنازحين اللي عافوا دار بثر دار. لرحمتك يا خالقي افتح لنا باب، افتح لنا باب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب. كل البشر تحيا بفرح 2020، وإحنا بخيم تحت المطر شهور وسنين، وما ظل حجر إلا نطق آهش بعد وين. ما ظل أهل، ما ظل وطن، تراب بتراب. كل البرايا تجتمع في كل الأعياد، بس إحنا من بين البشر ببلادي وبلاد، وعفنا حبايب بالسجن من غير ميعاد، عند الردم تحت القصف ودعنا الأحباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب يا رب الأرباب، لاجئ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، إن الله إنني رجعون. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، إن لله إنني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله، ويرحم ميتكم ويحفظ حيكم إن شاء الله يا رب العالمين. يعلم الله أن ثمن كبير دفعوه إخواننا السوريين وما زالوا يدفعوا فيه إلى الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب. والله كلام، وين قال اللي كانوا يطلعوا ويقولوا هيهات للذلة، هيهات مش عارف وينهم، قال شيء؟ قال له واحد كلمنا، لا وين مليار مسلم، أكثر من مليار مسلم وينهم؟ قال حقيقة الحرية يعني أمرها مش سهل، واللي يستهين بيها ويحسبها أنها تعطى ولا تهدى ولا توهب ولا كلام فاضي، هذا كلام فاضي والله ما فاهم حاجة. الحرية شفت الثمن متاعها، لذلك ما هيش أمر سهل. ملايين تهجرت، ملايين شردت، شفتوا الملاجئ، شفتوا الطين والمية والبز والشتاء اللي خش عليهم، شفتوا العويلة اللي يأكلوا في الخبزة اليابسة ويدسوا فيها، شفت البنية وطموحاتها وأمنياتها تبي خيمة بس تقعد فيها. ليش بس ليش؟ ليش الطغيان عندنا بهذا الشكل؟ ليش؟ وبعدين يطالبوك بالتنازل والتصالح والمصالحة، ولابد تعرفوا شو معناها لما يطلبوك بالتوافق ولا بالتنازل مع المجرمين اللي كيف هذيما؟ معناها إقرارهم على الباطل اللي هم قاعدين فيه، إقرارهم على قتلنا، إقرارهم على خطفنا، إقرارهم على حرماننا.
هذا نقرر نقول له لا عندك الحق انت، معناها عندك الحق، اللي درته فينا كله مضبوط وسامحنا بالله، كان عطلناك شويه ولا صبينا في وجهك ولا بالله معلش بتاع منصف المرزوق يحصلوه. دقيقه بس، المقبله التي ستاتي وانا على ثقه تامه انه البركانات العربيه ستتفجر من جديد، وأنا ذاك سنعود إلى القضاء، وهؤلاء الناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم. أنا مثلا الآن من الذين يقولون أنه عندما ينتهي هذا الانقلاب المنقلب ومن معهم يجب أن يحاسبوا، ما في معاش هذا الكلام بوسخوك انتهى، يجب أن يحاسبوا، يجب أن يكون هناك واضح للعدالة، وليتمسكوا هم بالسلطة خوفا من المحاسبة، هذا معاش يهمني، لأن في آخر المطاف تمسكوا أم لم يتمسكوا التاريخ متواصل. الثورات العربية أنا نعاود نبشرك أنه ستعود، أنا الآن يعني ستعود بإذن الله تعالى، ستعود الثورات العربية يعني لإشعال جذوتها من جديد بإذن الله تعالى يا رب، وستكون بداية النهاية إن شاء الله بإذن الرحمن 11/11/2022. يا الله انصر عبيدك يا رب العالمين، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.